قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب، وهي على ظهر قتب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذه الأحاديث العظيمة تشير إلى عظيم حق الزوج على زوجته، وأن الواجب على المرأة أن تتقي الله وأن تتدين وأن تتقرب إلى الله بخدمة زوجها وبالقيام على أموره وأداء حقوقه وتوفير حظوظه والقيام على أولادها وبيتها. فهذا والله من أعظم وأجل الأعمال التي تتقرب بها المرأة إلى ربها سبحانه وتعالى. ولذلك حق المرأة عظيم على حق الزوج، ولذلك حق الزوج على زوجته عظيم وكبير، لدرجة أن حق الزوج أفضل من نوافل العبادة بالنسبة للمرأة. وسيمر معنا أظن في مسألة صيام المرأة وزوجها شاهد، لا يكون إلا بإذنه، هذا من نوافل العبادات. قيامها لليل كذلك إذا احتاجها زوجها فإن حقه مقدم على صلاة النفل. قراءتها للقرآن إذا زوجها يرغب بها فإنه مقدم على قراءة القرآن لأنها نفل. وهذا يدلنا على أن المسألة عظيمة، مسألة عظيمة. ولذلك على المرأة أن تستقي هذه الأحكام من نصوص القرآن والسنة، من نصوص القرآن والسنة، وأن لا تنظر إلى بعض الأقوال الشاذة التي والله تقول بأن ليس للرجل على امرأته حق وليس لها خدمة زوجها وشيء من هذا القبيل. انظروا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة رضي الله عنها لما سمعت بسبي، يعني سبي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى والدها تطلب خادم، فما وجدته، وجدت عائشة، فأرتها يداها أو يديها متشققة من العمل والشغل. فاطمة حبيبة رسول الله وقطعة منه، أحب الأولاد إليه، أحب أولاده إليه فاطمة. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة برغبة فاطمة، رجع دخل إليهم، يقول: علي كنا على الفراش فأردنا القيام فقال مكانكم، يقول: فجلس بيني وبينه حتى وجدت برد قدمي في صدري صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أدلكما على خير من خادم؟ إذا أخذتما مضجعيكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 33 فإنها خير لكما من خادم. الله أكبر. علي ما ترك هذا الذكر ولا في معركة صفين كما حدث بها، ما ترك حتى في المعارك، إذا جاء ينام يأتي بهذا الذكر قبل نومه رضي الله عنه. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سمح لفاطمة أنها تركن إلى الخادم وتترك حق زوجها وحق بيتها، مع قدرته عليه الصلاة والسلام توفير أكثر من خادم لابنته. أراد لفاطمة أن تقوم بدورها الحقيقي الذي أناضته الشريعة بها، حق الزوج من الخدمة. هي تقول: تشققت يدي، تشققت من كثر العمل. ما استسلم النبي صلى الله عليه وسلم للعاطفة الأبوية حينما رأى يد ابنتيه الطاهرتين وهما مشققتان، لا، ما سمح عليه الصلاة والسلام وجعلها تستمر في خدمة زوجها وفي القيام بهذا الدور. جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يخدمنه، جميع زوجات الصحابة.